كما أحيا أيضا الفنان عمو يزيد حفلا فنيا مخصصا للأطفال بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة، وهذا بنسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب وأيضا العطلة الصيفية، حيث عرف الحفل نجاحا بعد توافد مئات العائلات مرفوقين بأطفالهم الذين تجاوبوا واستمتعوا بمختلف الأغاني المخصصة لهم طيلة 3 ساعات. عادل عباس. هي عيدين، عيد الاستقلال، عيد الشباب وبداية العطلة بالنسبة للأطفال، وكامل حبينا من خلال هذه الحفلات هذو نزرع في الأطفال القيم وروح الوطنية، لأن الأطفال متمسكين بهذه القيم، يحبوا بلادهم، يحبوا علمهم، يحبوا النشيد الوطني يحبوا، ولكن لما يشوفوا عمو يزيد يركز على هذه القيم وكامل راح نزرعوا فيهم هذه الروح الوطنية هذه. إذن احنا رانا في جولة وطنية، ماذا بينا نوصلوا لكم ربع الوطن، وخاصة كاين ولايات وخاصة في الجنوب اللي غضبوا علينا شوية، رحنا لمدينة تقور، رحنا لمدينة الواد، ولكن وعد أننا نروحوا لكامل مدن الوطن إن شاء الله، بربي إن شاء الله يوفقنا ونحبهم كامل راهم في قلوبنا. وشكرا، شكرا على المرافقة وتربية الطفل مسؤولية الجميع.